مساحة حرة. في هذه المساحة الحرة ينضم إلينا الأخصائي النفسي والاستشاري في الصحة النفسية أيضا مؤسس مهرجان حوار الثقافات في غرناطة في إسبانيا الدكتور نزار الملاحي. صباح الخير دكتور. صباح الخير وسعيد باللقاء معكم مجددا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني أيضا بإمكان المتابعين يشوفونا صوتا وصورة على يوتيوب بالبث المباشر. دكتور نزار، أنت أخصائي نفسي لكن بروح فنان، ما هو السر يعني والربط بين هذين الشيئين؟ سؤال رائع في الحقيقة. تعرف أستاذ باسم، أول مرة يطرح هذا السؤال، يعني كيف جمعت بين علم النفس والموسيقى أو الجانب الفني؟ في الحقيقة هذان الجانبان مترابطان، في الحقيقة ليس متنافران، لأن إذا ذهبنا ودرسنا العلوم عندما كانت تصنف العلوم، مثلا عندما ندرس، وكما تعرفون من بين اختصاصاتي أيضا الدراسات الأندلسية، نعم، عندما ندرس مؤلفات ابن حزم وفي تصنيفه للعلوم، صنف الموسيقى من بين أهم العلوم التي علينا أن نعرفها. وابن حزم كتب كتاب رائع، كأنه كتب في علم النفس قبل أن تكون هناك أو أن يكون هناك علم يسمى علم النفس، نعم، وسماه مداوات النفوس. وحين ذاك كانوا كل العلماء يهتمون بالموسيقى. الموسيقى تساعد بشكل كبير في تهذيب النفس والترويح عنها ومداواتها، لذلك في الحقيقة ليس هناك أي تباعد بين هذين المجالين. نعم، على طول كنت حس أنه كل الأفرع العلمية والطبية تحديدا هي حافز على الثقافة أيضا بنفس الوقت. أكيد أكيد أكيد، لأن الشكل الذي تطورت به العلوم أستاذ باسم في الحقيقة وهذه التخصصات جعلتنا نفقد مسألة هامة جدا، وهي هذه النظرة العميقة للأشياء وأيضا الشاملة. لذلك أنا أحب كثيرا العلاجات الشمولية في كمعالج نفسي وكأخصائي نفسي، الشمولية التي تشمل وتهتم بكل الجوانب الإنسانية وليس بجانب فقط. هذه التخصصات في الحقيقة عندما نرى طبيب متخصص مثلا في أمراض المعدة والأمعاء، طبيب آخر متخصص في الجهاز التناسلي أو في الجهاز العصبي وما إلى ذلك، هذه تخصصات جيدة، لكن أحيانا، ليس دائما، لكن أحيانا نرى أن هذه النظرة الشمولية نفتقدها. فعندما ننظر للإنسان ننظر إليه بكينونته بشموليته، حين ذاك تسهل عملية العلاج، تسهل عملية المقاربة، وتكون النتائج رائعة وجميلة جدا. دكتور نزار، يعني أحيانا في ناس بتعتبر أنه الثقافة هي رفاهية أو من كماليات الحياة وليست من أساسياتها. أنت كمعالج نفسي كيف بتشوف الفرق بين يلي فعلا هن الناس بيهتموا بالثقافة كأساسيات حياة وبين الناس غير مهتمة، وشو تأثير على صحتهم النفسية؟ سؤال رائع جدا ما شاء الله، لأن للمرة الثانية هذه أول مرة أسأل هذا السؤال. موضوع الثقافة في الحقيقة لم يكن ولن يكون أبدا رفاهية. لماذا؟ لأن بقدر علمنا، بقدر قدرتنا على فهم الآخر وفهم ثقافته وفهم بيئته، تسهل عملية العلاج وتسهل عملية التشافي، ليس فقط العلاج، لأن هناك فرق بين العلاج والتشافي. التشافي هو تمام الصحة، هو الرفاه النفسي. العلاج هو مسألة لحظية فقط، أو مسألة تتعلق بعضو ما أو بموضوع معين أو بباثولوجي، يعني بمرض معين. لكن عندما نتكلم عن التشافي هو حالة نفسية وحالة بدنية وحالة وجدانية تتمتع بالرفاه والراحة النفسية والسلام الداخلي. جميل. والصحة. لذلك نعم. موضوع. عفوا. لذلك موضوع. فقط لكم من الفكرة. لذلك موضوع الثقافة في علاقتها بالصحة النفسية هو موضوع مباشر، بقدر المعالج النفسي، بقدر إلمامه وثقافته وسعة اطلاعه
هي على كل العلوم ستسهل عملية العلاج لا شك، والشفاء أيضا. يعني بيكون تفاعله مع المعالج بشكل مختلف ويمكن عميق، يعني خصوصا موضوع التعبير عن المشاعر، البعض ما بيعرف يعبر عنها بالكلمات، فيمكن الثقافة هون بتشكل له نوعا ما مصطلحاته للتعبير عنها. لا شك لا شك. تصور معي أخي باسم، لو كنت فقط أهتم بعلم النفس وعلم النفس فقط ما كنت أجري معك هذا الحوار. أنا من عشاق اللغة العربية، ذاتي رحمها الله كانت أستاذة العربية، فكما تعرف يعني في الغالب يتكلمون كل يتكلم بعاميته ويتكلم بدارجته وهكذا، لكن كما ترى اطلاعنا على شتى العلوم بما فيه العلوم اللغوية أنا درست اشتغلت أيضا كمدرس للغة العربية في فترة من الفترات لغير الناطقين بها، وكنت أستقبل طلبة من هارفارد من أوكسفورد من كامبريدج من كثير من الجامعات الدولية الأمريكية والأوروبية. وأعتقد لا شك أن الثقافة ليست هي الثقافة، وفي وقتنا هذا أكثر من أي وقت آخر أستاذ باسم، هي مسألة ملحة وخطيرة جدا بقدر معرفتنا بقدر اهتمامنا بالثقافة بقدر قدرتنا على أن ننعم بالسلام بين الشعوب وبين الأمم نعم، وبين الثقافات. ولهذا يعني كان في غرناطة في إسبانيا لك هذه النشاطات الثقافية من أجل هذا الحوار مع الآخر الذي قد يختلف في ثقافته لكن يكمل أيضا لثقافتنا، العلاقة بالحضارة الأندلسية وبيت أندلسي في غرناطة أسسته كمان. في الحقيقة عندما ذهبت لإتمام دراستي في علم النفس هناك في غرناطة، أنا درست في جامعة الرباط جامعة محمد الخامس، لكن أردت أن أتوسع أكثر في ليس فقط في مجال علم النفس لكن في العلوم الإنسانية بشكل عام. كنت أريد أن أكون يعني في مدينة، وغرناطة كما تعرفون هي مدينة ساحرة بكل المقاييس. عندما نتكلم عن الثقافة العربية ففي أوروبا مثلا في غرناطة يرونها بشكل ملموس، يرونها في الخط العربي. هل تعرف باسم أن في غرناطة كل سائح يذهب إلى غرناطة يكتب اسمه بالخط العربي، لأن جميل. الخطاطون موجودون في كل أحياء وفي كل دروب غرناطة، بحيث أن السياح عندما يذهبون إلى مدينة غرناطة يرون الخطاطون أو يرون هم الخطاطين يكتبون الأسماء بحروف عربية جميلة جدا وأنيقة، وخاصة عندما يزورون قصر الحمراء ويرون تلك الجمالية وتلك الروعة وذلك الرقي، حين ذاك يعرفون ويقولون مستحيل أن تكون هذه الثقافة وهذه الحضارة تدعو إلى العنف أو تدعو إلى العنصرية أو تدعو إلى شيء من هذا القبيل. جميل. مستحيل من يصنعون هذا الإرث الثقافي والحضاري أن يدعون إلى الانطوائية ويدعون إلى العزلة ويدعون إلى العدوانية، نعم. مستحيل. حين ذاك يبدأ شغفهم وحبهم للثقافة العربية ويبدأون في كتابة أسمائهم باللغة العربية. ومن هون أسست هذا البيت الأندلسي في غرناطة. لماذا أو لم أسمع جيدا؟ ومن هذا المنطلق أسست يعني هذا البيت لهذا الحوار نعم الذي نعم يدعو إلى الحوار بين الثقافات المختلفة. نعم نعم لأن لا تنسى أنني عشت في غرناطة بين السنة يعني في سنوات 2008 2007 8 9 10 11 حتى سنة 15 17، كل هذه السنوات كان هناك بعض التيارات اليمينية المتطرفة تنتشر، وأعتقد ما زال إلى اليوم في بعض الدول الأوروبية، فأحسست بمسؤولية أن ننشأ مجالا ومساحة ليس فقط مكانا لتعلم اللغة العربية، ليس مكانا فقط لتعلم الثقافة الأندلسية، ولكن أيضا
مكانا لكي نتكلم عن إسهام، وهذه النقطة مهمة جدا، عن مساهمة الحضارة العربية الإسلامية أو اليهودية أو المسيحية، كل مكون أو الأمازيغية، كل مكوناتها، مساهمة الحضارة العربية في صياغة الحضارة الغربية والحضارة الأوروبية، وكيف كان الانتقال من الحضارة الأندلسية إلى الغنستان، إلى الانبعاث الحضارة الأوروبية في إيطاليا وفي فرنسا، وترجمة الكتب الأندلسية في الطب وفي العلوم إلى اللغات الفرنسية واللغات اللاتينية واللغات الأوروبية بشكل عام. كيف انتقلت هذه الحضارة؟ لأن الأندلس لعبت هذا الدور، والكثير من إخواننا وأصدقائنا الأوروبيين والغربيين بشكل عام كانوا غافلين عن هذه المسألة بشكل كبير، حتى المثقفين منهم، حتى المثقفين منهم كانوا يجهلون هذا الإسهام ومساهمة الحضارة العربية في إثراء وإغناء وتأسيس. دعنا، هناك كاتب وفيلسوف سويسري فرانكوفوني ألان دي ليفيغا لا يقول فقط كما أقول أنا أن ساهمنا في الثقافات الأوروبية وكان لنا دور في نشأتها، لكن هو يقول أن الحضارة الأوروبية الرينيسانس هي استمرارية، هي استمرارية لثقافة الأندلسية والثقافة العربية. وأنت بغرناطة، يعني أصلا غرناطة لما بنشوف غرناطة بنشعر فيها، هي بحد ذاتها حوار ثقافات بين الأوروبية والأندلسية والعربية، يعني هي كمدينة مؤسسة على هذا الحوار. بشعر كيف تلقوا هذه النشاطات التي قمتم بها الإسبان أو حتى السياح إلى غرناطة اللي بيكونوا دائما موجودين بكل أوقات السنة؟ في الحقيقة كان هناك إقبال كبير 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 جدا، خاصة أني نشأت في مدينة أندلسية أخرى وهي تطوان، لأن يعني تطوان تسمى بنت غرناطة، وولدت في طنجة، وهذه المدن الحضارة الأندلسية ليست هي ماضي، هي حاضر. نحن نشأنا في التراث الأندلسي، نشأنا بالزي الأندلسي، بالثقافة الأندلسية، بالطعام الأندلسي، بالموسيقى الأندلسية التي لازم نسمعها إلى اليوم في حفلات الزفاف، في مناسباتنا، وربما يندهشون المستمعين والمشاهدون الكرام أن ما زلنا إلى اليوم هناك بعض العائلات تحتفظ بمفاتيح بيوتها إلى اليوم هنا في المغرب، التي طردوا منها بالأندلس، ما زالوا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم لأن كان لديهم الأمل دائما أن يرجعون يوما من الأيام. لذلك هذا الارتباط هو ارتباط ليس فقط ارتباط تاريخي، هو ارتباط وجداني أيضا، ويدخل في صميم هويتي أنا كنزار، يعني هذا الانتماء للحضارة الأندلسية هو انتماء قوي جدا وملموس، وكل شخص زار مدينة تطوان في شمال المغرب سيعرف هذه الحقيقة. لكن كيف التفاعل مع هذه الثقافات؟ التفاعل كان هناك اندهاش، اندهاش لأن كما قلت لك الكم كان يجهل هذه العلاقة الوطيدة بين حضارتنا وثقافتنا وحضارتهم وثقافتهم، فكنت مرارا أقوم بهذا الربط بين الموسيقى الكلاسيكية مثلا جون سيباستيان باخ وبين الموسيقى الأندلسية، وكين أن لتروفاديو كانوا قاموا بهذه النقلة، كيف نشأت الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحضارية الأوروبية التي كانت في الثقافة الأندلسية. وأيضا كنت أقوم لأن زوجتي هي مصممة أزياء، فكان يعني كان لها دور كبير في هذه المسألة، لأنها كانت يعني تساهم من خلال الزي الأندلسي كيف تطور من القرن الرابع عشر أو الخامس عشر إلى القرن العشرين. فقلنا بعرض أزياء هام جدا، فيه تكلمنا هذا الموضوع، كان مسألة ثقافية فنية، هناك كانت مائدة مستديرة حول حضارة الثقافات وحوار الأديان، استدعينا يهود غرناطيين ومسيحيين غرناطيين ومسلمين غرناطيين،
وأعطيناهم هذه المساحة من الحوار للتكلم فيما بينهم. نعم يعني الحمد لله كان ناجحا بكل المقاييس يعني. نعم قمتم بخمس دورات من مهرجان غرناطة لحوار الثقافات، آخر دورة كانت قبل وباء كورونا، الآن تتحضرون للدورة السادسة، يعني بعد هذا الغياب قد تكون هذه الدورة أيضا مختلفة عما تم تقديمه سابقا، كيف تعملون عليها الآن؟ صحيح، بسبب ظروف الجائحة كما تعرفون، وأيضا هناك سبب آخر في الحقيقة شخصي، لا أعرف إن كان الآن مناسبة إذا لأتكلم بتحب. عنها. لا نعم شك أن وفاة والدتي ووالدي في أثناء فترة كورونا، كنت أحتاج أيضا بالنسبة لي شخصيا لفترة نقاهة، وزواجي بعدها يعني نعم كنت محتاجا وقتا لنفسي لأرتب أوراقي وإعادة يعني التخطيط ترتيب لحياتي بشكل مختلف يعني، نعم وبداية مرحلة جديدة من حياتي. كنت أحتاج أيضا صراحة يعني وقتا لنفسي ولأسرتي ولإخوتي ولعائلتي. لذلك الآن الحمد لله أنا مستعد لكي أبدأ من جديد رحلة مجموعة رائعة. كنا سبحان الله يعني الأسبوع الماضي كان معي الشاعر الإسباني الكبير بيدرو ريكس، هذا الشاعر المحب للثقافة العربية والثقافة الأندلسية، وهو ازداد وولد في مدينة غرناطة في أحضان قصر الحمراء، وهو محب للثقافة العربية، وكان معي هنا في البيت الأسبوع الماضي هنا، وكنا نتكلم عن الدورة السادسة لمهرجان حوار الثقافات وحوار الحضارات. ونحن الآن بدأنا بصدد التهيئ لهذا المهرجان الذي سيكون تحت عنوان التعايش، لا كوزيستانس أو لا كومبيفانسيا بالإسبانية، نعم التعايش الإنسان فيما بينه، أو تعايش الحضارات وتعايش الثقافات يعني رح يكون في إن شاء الله. شعر، موسيقى، أزياء، بالضبط كيف رح يكون شكله أو شكل الدورة السادسة منه؟ الدورة السادسة أستاذ باسم ستتميز بشكل هام بالخط العربي، وسيكون الشاعر حاضرا بقوة. الشاعر الإسباني بيدرو ريكس ترجمت قصائده إلى 11 أو 12 لغة، نتكلم عن شاعر يعني عالمي وكوني يونيفرسال كما يقولون بالفرنسية. وهذا الشاعر هو كما قلت لك محب للغة العربية، لذلك سيكون هناك الكلمة المسموعة من خلال القصيدة والتي ستترجم للعربية وللغات عدة. ستكون هناك الفن التشكيلي لأول مرة أيضا من خلال الخط العربي، وسيكون هناك الزي الأندلسي بلمسة من المصممة هاجر شنان، بحيث ستكون هناك ملابس وأقمشة مودر يعني حديثة ليست تاريخية ولكن هي حديثة معاصرة، لكن بلمسات أندلسية ولمسات بالخط العربي. وستكون هناك الموسيقى حاضرة بقوة أيضا تعبر عن هذه الكلمة، لذلك الكلمة سنعبر عنها بكل المعاني وبكل المقاييس، كلمة التعايش من خلال الفن التشكيلي، من خلال القصيدة، من خلال الزي، ومن خلال أيضا التأكيد على مسألة الفكرة أيضا، مائدات وموائد مستديرة ولقاءات نقاشات للحديث والحوار بين نعم ونقاشات بين المثقفين والمفكرين أيضا. ولا ننسى نحن في هذا المهرجان، وهذه نقطة مهمة جدا أريد أن أؤكد عليها، في هذا المهرجان هدفنا ليس فقط التواصل مع فئة معينة من المجتمع، ولكن مع كل فئات المجتمع. لذلك الموائد المستدل هي موجهة للمفكرين والمثقفين والنخب، والفن الأزياء والعروض الأزياء والموسيقى هي موجهة لعموم الناس حتى يجدون أنفسهم أيضا. والفن التشكيلي هو أيضا يجمع بين يعني النخب وأيضا بين عموم الناس، لأن الألوان
والفن التشكيلي هو محبوب لدى الجميع. لذلك هدفنا هو أن نزرع وأن نؤسس لمفهوم أو تحدي القرن 21 الذي هو التعايش فيما بيننا بين كل المجتمعات وكل فئات المجتمع حتى نكون مستعدين لتحدي القرن 21. متى ستنطلق هذه الدورة؟ في الحقيقة هناك فكرة أنها ستكون، لأن بدأنا الاشتغال منذ فترة والمسألة تتوقف أيضا كما تعرفون، هذا عمل ضخم ويحتاج إلى ميزانية ويحتاج إلى يعني جهات دعم داعمة. مالي، ونحن بصدد نعم إلى الجهات الداعمة التي ستجيبنا خلال فترة قريبة، حين ذاك نستطيع أن نحدد التاريخ تحديدا، لكن في الغالب سيكون بين شهر يونيو وشهر يوليوز، يعني صيف، بداية حزيران أو تموز، يعني يونيو يوليو. نعم يونيو يوليو بالضبط. يعني هيك كمان بده يستمتع بصيف إسبانيا، يروح على غرناطة ويشوف مهرجان غرناطة لحوار الثقافات. ما يميز هذه الدورة أستاذ باسم أنها سيكون بين الضفتين. هذا ما يميز، لأول مرة ستكون هناك نسخة عربية في بلد عربي، في طنجة، بين طنجة وغرناطة، طنجة تطوان وغرناطة، يعني سيكون المهرجان بين الضفتين. لذلك كما قلت لك هذه النسخة هي نسخة متميزة وهامة جدا، مساحتها ستعكس هذا البعد، لأن لن تكون فقط في أوروبا لكن ستكون بين العالم العربي وبين أوروبا. وبانتظار هذه النسخة بنتمنى لك التوفيق الدكتور نزار الملاحي، شكرا لوجودك معنا كمان. شكرا أستاذ باسم، استمعت واستمتعت باللقاء معكم، وإلى اللقاء إن شاء الله قريبا. شكرا إلى اللقاء. وبنهاية برنامج